برنامج الأمم المتحدة UNDP ومجلس مدينة درعا، وبمبادرة تحت عنوان خد لك نفس، البدء بأعمال المرحلة الأولى لأحياء أكبر وأقدم الحدائق في حي المطار بمدينة درعا والعمل على تأهيلها وترميمها. طبعا أنا فنانة تشكيلية، لكن دوري متطوعة بالمشروع خد لك نفس. أي شيء نحن بنحس فيه إنه ممكن نساهم بشيء بيعلي من بلدنا، من جمالية حدائقنا، من جمالية مدننا وأحيائنا، نحن رح نشارك فيه على الأكيد. عمل إجت فكرته إنه إحنا عم نشتغل عمل لحديقة المطار في درعا، ففضلنا إنه يكون العمل يعني فيه رمز لحوراء، وسميته باسم جورانو، وكلمة جورانو هي يعني كلمة أشورية تعني حوراء. تتضمن المبادرة عدة مراحل، منها مسرح الهواء الطلق وتأهيل الممرات وإزالة الأنقاض والعمل على تجهيز مكان لتبادل المحاضرات والندوات الثقافية، والبدء بملتقى النحت بلوحات متنوعة تحاكي تاريخ المحافظة وأعمال فنية من صنع الفنانين المتطوعين. أنا باللجنة المحلية لمبادرة خد لك نفس. طبعا الحديقة هون لحي المطار، الحي العريق اللي فيه تماسك مجتمعي وتكتل إيجابي ومحبة. طبعا الحديقة مو بس خد لك نفس، هي النفس كله لأهالي الحي بحي المطار. مرت البلد بحرب ظالمة وراح فيها عدة حدائق، إلا أنه إحنا بدنا نتكلم عن هذه الحديقة. مثل ما تفضلتي فعلا هي أكبر مساحة حديقة، مساحتها 17.800 متر، 17 دنم و800 متر، وأقدم حديقة في المحافظة، إلا أنه هالظروف اللي مرنا فيها كانت يعني استغلتها بشكل سلبي. فهنا مع إعادة العمار هاي اللي عم تيجي فيها أو إعادة تأهيلها كثير أعطت نفس وفسحة أمل. يذكر بأن العمل على تأهيل حديقة حي المطار من ضمن المشاريع الهامة في المدينة والتي تعد متنفسا لها، كانت من المنسيات ضمن ظروف الحرب التي تعرضت لها المحافظة. وبعد إعادة الأمان للمدينة بدأ العمل على استثمارها من جديد. مرح المقداد، الإخبارية السورية.